واو، احنا رجعنا. السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. فيديو جديد، بدايه جديده. الاخوان اللي ما متبعيناش على صفحه الفيسبوك او على سناب شات او الانستغرام، القناه كانت وقفت. انا نعاود لكم القصه كامله. كنت بحال اي مغربي كنتفرج في ماتش ديال المغرب اللي كان مع طوغو. لقيت اللي صفر الحكم نافر. حنا التليفون ديالي كيفيبري بحال ما هكا، كيجيني ميساج من عند جوجل نعاود نطابي المود باس، عندي شي مشكل. كنطابي ما فهمتش، يعني كيطلب لي نمبر التليفون. المهم داكشي مرول، انا شكيت. دخلت لاشين ما كنلقاهاش، جيت كنجري. دخلت البيت ديالي، دخلت البيت ديالي، يعني كندخل كنطابي داكشي كندخل. قال لك القناه ديالك حذف على اليوتيوب، خالفات السياسه ديال الموقع. شتي انا الصراحه ما نعاودش لكم يعني الحاله ديالي كيف كانت، يعني الدار تخلعوا وليت كنغوت وشات الشيء هذا. يعني وقلبت الجيماي ديالي، قلت يقدر يكون شي واحد يعني بلا طالع شان داها ولا شي حاجه. كنلقى الميساج جاني من عندي، ما عند يعني الموقع ديال اليوتيوب للقناة ديالي، راه توقفات لان دارت شي مخالفات وطططط. انا بغيت نقول شنو هما هاد المخالفات، يعني انا شنو عندي؟ طن جمال الفا، كنحل الكاميرا كنبقى كان يقول الفيديو ديالنا نتلاقاو في اخر ان شاء الله. السلام عليكم، تسد الفيديو كنمشي. يعني ما سارق فيديو، ما داير نقل ولا بدل حي شي مباراه ولا شي حاجه، يعني ما داير حتى شي حاجه من هادشي. تنقول شنو هادشي هذا؟ صراحه كذبش عليكم، بقى فيا الحال حيت ما غاديش يحسوا بيا من غير الناس اليوتيوبرز، يعني اللي كيضربوا تماره في الفيديوهات ديالهم. انا في كل فيديو يعني كنحاول نعطي كل شيء، ما يمكنش تجي ما بين ليله ونهار وتجمع مثلا واحد 80,000 ديال البشر ولا 80,000. يعني انا بالنسبه لي هذه عائله، اكثر من 80,000 فرد في عائله تجي تمشيو بلا سبب بلا حتى شي حاجه، تحيد لي القناه ديالي، تحيد لي خدمتي اكثر من 250 فيديو، تحيد لي شحال من حاجه بدون اي سبب بدون اي مبرر، ما تقبلهاش العقل. يعني من بعد ديك الليله ديال الجمعه التليفون ما سكتش، كلشي كيدور ليا، كلشي كيصيفط ميساجات. جمال كنبغينا ندخلوا لاشين تشوف فيديوهات ما كنلقاوهمش، ما لقيتش فيديوهات. جمال واش حيدتي لاشين؟ جمال انا ما قدرتش نجاوب الناس، ما عرفتش، ما قدرتش نقول لهم، ما قدرتش. الصباح كيهضروا معايا شي ناس، يعني قالوا لي شنو وقع. قلت لهم راه الميساج اللي جاني، قال لك لا يقدر يكون شي خطا. جاتنا حنا المشكله انها جات مع السبت والحد، السبت والحد يعني اغلبيه ما خدامش. اش غنقول لكم؟ يعني القناه رجعات، راه ماشي بالفضل ديالي انا راه تصدمت على الصراحه. يعني المسانده اللي لقيتها من عندكم العائله ديال دي جمال الفا، الدعم اللي لقيته من عندكم، يعني ما لقيتوش من عند يعني العائله ديالي، يعني اللي بقى فيهم الحال بزاف. يعني الام ديالي بكات بقى فيها الحال، يعني الاسره ديالي يعني بزيرو. علاش؟ حيت هما راه تمر من الاولين، من العائله يعني الاولين اللي تابعيني في القناه وعارفين الفيديوهات اللي كنحط والتمارين اللي كنضرب فيهم. تصدمت انني لقيت الدعم من عندكم كاملين، البنات والدراري كلشي كلشي باغي يساعد، من يعني باغي يعاون، كلشي تيكتب في مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تيعلقوا تعليقات. كلنا جمال الفا، يعني شنقول لكم ما ننساش خيركم. واحد الوقيته انا قلت صافي غادي نتوقف، يعني ما غاديش نعاود نصاوب قناه، ما غاديش نعاود نصاوب قناه اخرى، يعني صافي الله يجعل البركه نحيدوها صافي. علاش؟ حيت انا شنو قلت؟ قلت انا قناه ديالي للتوعيه، قناه شبابيه كنهضر في مواضيع. انا حاولت تكون القناه في اليوتيوب يعني مختلفه على جميع القنوات اللي كاينه في المغرب او في مثلا في العالم العربي، يعني قريبه واحد شويه، وين يكون عندنا حنا واحد ستيل خاص بينا، تكون عندنا حنا واحد الميزه مختلفه عن القنوات الاخرى. يعني انني باش نعاود يعني ازيرو تبدا من الاول وبديك الانرجي اللي كانت، يعني شويه صعيب. بعض التعاليق اللي قريت، جمال الفا القناه ماشي اللي دارتك، انت اللي درتيها، حنا معاك غنتبعوك فين ما مشيتي، حنا معاك.
كلشي كان تيقول نفس الهضره. فكرت انني الاسبوع الماجي غادي نبدا، ولاني هضروا معايا شي بنات وشي دراري قالوا لي تواصل مع واحد السيد كانت شكراتو قناه ام ياسر كدير الحلوى عندها 400 الف ابوني وردت لها الشين ديالها. تواصلت معاه مسكين حتى هو كذلك، حاول يعني حتى هو ساعدني وعطاني وقتو هادي. مسكين تخلع قال لي خلعوني لي فان ديالك راه كلهم شي بلبلوني، عاون جمال الفا عاون جمال الفا، تنشكركم بزاف. البنات اللي عاونونا كذلك في الترجمه، انا صيفطنا اليوتيوب بخمسه ديال اللغات دومون باش يقلبوا قناه. الحمد لله مريح، كنتفرج في البارسا اغلبيه عارفينني انا كنشجع فريق ديال البارسا مرساوي، تا كنت تنتفرج في كاس افريقيا. تجيني واحد الميساج من عند واحد الاخت عايشه في روسيا، مبروك جماعه رجعت القناه. تنجي كنقلب بلي كنلقى رجعات، جاوبوني صحاب يعني فريق ديال مبدعين المحتوى في يوتيوب قال لك قلبنا القناه ما لقيناش فيها شي مشكل، يمكن راه القناه داروا فضيعه التشغيل وهي رجعات. وكيف ما كنقول لكم راه كلشي بسببكم نتوما، كلشي بسببكم نتوما. انا واحد اللحظه يعني انا موالف كنكون فيديوهات كنشجعكم هادي، واني في واحد اللحظه كانت لحظه ضعف، يعني انا كنشوف راسي بحال اللي تحقرت. اشنو درت باش القناه ديالي توقف؟ شنو الذنب اللي انا درت باش يحيدوه ليا؟ شنو الخطا اللي انا ارتكبت؟ يعني انا كنت بغيت غير نعرف الخطا اللي كان. وصراحه نكون معكم صريح، فكرت ان نهار السبت قلت ستوب اليوتيوب، ستوب اي حاجه. الروينه اللي نوضوها فيا الناس اللي متبعيني القناه يعني قال لك والو ما مفاكينش غدير قناه اخرى، ما يمكنش. فكرت اني نهار اثنين غادي نبدا قناه جديده، الحد بالليل كترجع كيقول جمال الفا بوم رجعت. المهم هاد الفيديو هذا بغيت نعاود لكم غير التجربه كيف دازت، وان شاء الله غادي ندير فيديو ان كيفاش حنا قدرنا نرجعوا القناه باش نحاولوا اننا نفيدوا الناس كذلك. حاجه واحده اللي بغيت نطلب منكم الاخوان، انني تواصلت مع واحد السيد وقال لي المشكل اللي واقع كان عندك انك انت عندك تقريبا اكثر من 80 الف مشترك. مزيان الفيديوهات ديالك، يعني انت كتحط فيديوهات بزاف، بعض المرات ثلاثة جوج في النهار حتى ربعة حتى خمسة الفيديوهات. قال لك هما يعني كيشوفوا الناس مثلا الا ما كانوش كيبارطاجيو الفيديوهات ديالك، يعني الا ما كنتيش كتبارطاجي مثلا الفيديوهات ديالك هذا واقيلا كيشري المشاهدات او لا كيشري المشتركين او لا كيشري لي لايك ولا شي حاجة. يعني المشكلة الاخوان، يعني هذا طلب اخر غنطلبو منكم، حاولوا اللي عزيز عليه شي فيديو في قناة جمال الفا بارطاجيو، عاونوني بارطاجيو في لي باج ديالكم، في لي جروب اللي نتوما داخلين فيهم، بارطاجيو في الفيس ديالكم، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الواتساب. ثاني حاجه عاوتاني الاخوان الله يسر عليكم، انه قالك باش نتجنبوا هذا المشكل مره اخرى ان القناه خاصنا نوصلوها ل 100000. علاش 100000؟ حيت لو وصلتي ل 100000 مشترك كيولي عندك واحد البادج، راكم كلكم عارفين واحد البادج كتولي راه فيغيفي القناه مفعله، يعني قناه معرفه من طرف اليوتيوب، يعني ما غاديش تلقى مشكل. حنا دابا الحمد لله اكثر من 80000 عطنا 20000، عاونونا عافاكم بارطاجيو فيديوهات. حنا ما نقولوش لكم قولوا الناس يديروا الاشتراك، لا انت قول الناس ديال تفرجوا في هذا السيد، شوف هذا الفيديو، تفرج المحتوى ديالو عجبك، عاونوا بالاشتراك. بغينا نوصلوا 100000 باش نفعلوا القناه باش ما عمرها ما تمشي. ثالث حاجه غادي نوعدكم بها، من بعد الدعم كامل اللي وقع وهذا الحب كامل، انا بعد انا صراحه تصدمت، انا صراحه ما نكذبش عليكم تصدمت، واني من بعد داكشي اللي شفت، يعني شفت ناس بكاو على ود القناه، الناس بقى فيهم الحال، ناس يعني اللي ما عاونوش كاع قال لك حنا غير كندعيو، الناس داروا جهدهم، يعني ما رديتهاش انا بوحدي، نتوما اللي رديتوها. كنوعدكم غتولي احسن قناه ان شاء الله، غنولي نحط شي مواضيع ما عمرها ما تحطات، شي حاجه ديال الحماق، غادي ندير جهدي كامل باش تكون جمال الفا القناه ديالكم البيت ديالكم. يعني اش غنقول لكم؟ كنوعدكم شي حاجه غتكون واعره، هادشي اللي غادي. المهم انتوما غادي تفرجوا فيديوهات، عارفين انا كندير جهدي، اي موضوع كنحط فيه داكشي اللي عارف، كنقلب كنبحث كنجيب لكم كنعطيكم، يعني كنوعدكم مواضيع جايه غتكون واعره. عاونونا بارطاجيو الفيديوهات، عافاكم بغينا نوصلوا 100000 مشترك. ها جمال الفا رجع توحشتوني، لهاد المره غتكونوا توحشتوني. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم. للتوصل بكل جديد على قناه جمال الفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصيه والضغط على اونغوجيستري، وستصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.